ماشي ما تبعتش يا اسطى، قول لي بس، انا قول لي هلعب. قول لي حق طب باشا. انا هلعب فال دي انت بقى. ماشي رجالة اللي جاي يشير على طول يا رجالة، مش عايز اللي حصل امبارح يحصل تاني النهاردة. ظبط أداءك كده واللي يجي لايك وشارك على طول. هروح يا أنا ريت. أصبر الاشتراك قبل ما عامل الناس ايه يا تجمع، رجاله؟ وبعد كده اخبارك ممكن ايه؟ نطلع منورين تبص الدنيا. المية بقى نخرب الكلام. تك 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 تك، وانتوا خلصوا برضو البطولة اللي في ايدكم ليه؟ وتعالوا معايا. انا مش معاك اهو. اكيد يا ريس، يا رب تخلص. كان معايا مليار يا وحيد، انا عارف، اللي انت سمعت عارفه ان انت خدت على عينك. عادي بقى. عادي يا صاحبي، في عامل الرجاله ايه اللي بتعمل فلوس، مش يا فلوس اللي اسطى؟ ليه بتعمل يا اسطى؟ رجاله. يا اسطى بطل بقى الدون بقى. انا وطي صوتك يا هشام عشان انت عنيف شويه. خلاص يا ريس، خلاص يا ريس، تمام. يا عم انا كمان كنت احمد بعدي عنزي، كتير منور من الدنيا وشي يا صديقي، ابني. منور الدنيا يا قلب اخوك. لايك شير بقى في ساعتها بقى على طول. امبارح معلش يا جدعان، المشكله كان في النت، اتصلت في شركه النت النت قال لي فصل. انت مشكله عندك في المنطقه، فوالله ما كانش مزاجي يعني. تمام يا رجاله. يا عادل يا عادل، احنا بنروح نطلع على المومية، وانا بقول لك هنلعب على ام 25، هتلعب على المومية اهو. طب انا هلعب يا اسطى، انت بتريز ليه؟ وطي صوتكيتو عشان عصبني. عندك وطي وطي فعلا. طبعا كده انا عندي حل حلو. خلاص يا عادل، خلاص يا قلبي، ده مش ورق نلعب. انا استنى ورق، استنى ورق قبل ما العب، مش هرمي على الفاضي، ومش هنوزع مليم، مش هلعب لعبة صناديق، مش هعمل اي ناس طيبة غير لما يبقى في تفاعل بعد اذنكم. نلعب مان تو مان، مان تو مان. لا لا، ولو النت استنى قطع، كده، عم نقول اصلا. لو النت قطع هعرف ان المشكلة في اللايف. لا لا رأيك شغال تمام. تمام، عشان الكومنتات عندي وقفت، فقال ده مشكلة في الكومنتات، مشكلة عندي انا. فانا اصلا انا بس هعمل ريفرش بس انا اشوف المشكلة فين. لا ده مفيش حد كده بكومنت عادي. تمام، 2 و3 8 وشايب. لا يا عم شكرا يا عم، النت سليم معناها كل ما اطلع لايف يحصل، لازم يحصل مشكلة. والله عادي، والله زي الفل يا كريم. انت اخبارك يا قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين يا رجالة، كل سنة وانتم طيبين يا رنجالة. طب ايه الكلام؟ سكوربيون هنلعب احنا، وفي واحد بيلعب باكونتين معانا على الترابيزة، والتالت ده مع نفسه. يعني يوم اللي على شمالي او اللي فوقيه يلعب، انا ممكن اجيب ورا، فلت باكونت لعب بالتاني. هنشوف ورق، هنشوف ورق، هينزل فلاش. حتى لو ما نزلش فلاش مش هيجي ترتيب لنا، مش هيجي اي حاجة. لا نشيك اي حاجة، نروح فلدين على طول، مش هنستنى كده. ممكن كده، ممكن الترتيب تقريبا. لا مش ممكن، مش ممكن، ايه ده كده فلاشة صح. شرات بقى عادل، يلا شراتها كريم، شراتها رجاله، يلا روعه الكلام كده يا جدعان. يلا النت قطع والله يوسف امبارح، الشركة قالوا لي في مشكلة في المنطقة عندك. يلا على حظي يا عم، خليها لكم يا عم. لو فلت يبقى ده تبع ده. لا مش فلتش، اه معاه فول هاوس، التاني معاه سيو فكاند وفرحان بيها. يا غشيم يا توتي، منور يا توتي، تعالى يا قلبي. ايس وخمسة ولد وبنت، انا هرمي هرمي، وزي ما تيجي تيجي، عايز غير فلاشاية واحدة بس. يلا كويس ان احنا رمينا، على الأقل جبنا تمن الفولدات اللي احنا فلتها، مكسبناش حاجة بس جبنا تمن الفولدات، 52 مليون. الدنيا تمام النهاردة؟ اه تمام يا قلبي تمام. المشكلة كانتش من عندي انا امبارح يا يوسف، والله انا اتصلت بقول لك بالشركة، قالوا لي لا ده فندم، ده المشكلة عندك في المنطقة وهيتم حلها في خلال ساعة ان شاء الله. فبس قلت الحمد لله على كده، تصبحوا على خير. رحت تك قافل الموبايل، قافل الجهاز، ورحت داخل نايم. خد وقتك يا توتي، خد وقتك يا زميلي، انت تنور في اي وقت. اه مفيش غير زياد رمضان اللي عمل شرايط،
طب بقول لك ايه زياد، انت فين يا زياد؟ اظهر نفسك كده، انت ما حدش قدرنا غير زياد رمضان، ان احنا كمان نقدره. زياد رمضان انت لو معانا اكتب اي كومنت. صح، حبيبي، وبيبعت الاي دي بتاعك على طول بقى يا زياد. قدرتني انا اقدرك يا صاحبي، ده مفيش حد بيقدر غيرك. الشباب بتاعت زهرة ريس الشاب بتاعك مين؟ بدر بدر عمل اتنين شير. قلت له ما اخي دخلوش مع... ما مش عارف دخلوش معايا ايه. دول، ما دخلوش معايا القرعة دول والله. وعليكم عليكم السلام، منور يا السلام شلبي. عليكم وعليكم السلام، منور يا شلبي. حبيب حبيب دخل ياكلنا الدنيا يا رجاله. زياد بعت الاي دي وحيد. خلص خلص الدور ده زيزو ومن بعدك. وبحب شوف بعد ما كنت معاك امبارح منور يا زيزو، منور. اخر حاجه كانت معايا وخسرتهم تاني. حاسك هجاص والله. والله بتكلم بجد هجاص. انت ما بتطلعش بقول لك المليارات دي غير العجله واحنا مش معاك يعني. والله العجله دي والله تقفل يا بتوصل زياد. عندي في كل دور فيها 4 مليار و800، وفي الاخر بتديني مليون بنت الكيك. احلى مسا عليك يا قاعد على زيزو، الترابيزه، تسلم على شريط قلبي. قاعد على طب قاعد على الترابيزه ام 100 وام 50 ما بتحركش والله من عليها. لا يا ريس، في 20 22 في اللايف و6 لايفات بس يا باشا، براحتهم بقى. انا اوجع دماغي اللي انا ده هقعد كتر العب يا الجلد. باشا الساعه بتاعتي وهقفل لو مفيش تفاعل، مش هوجع دماغي. بطلنا والله نحرق دمنا على اللايفات والله يا باشا. عايزين يكسبوا يتفاعلوا، مش والله عايزين يكسبوا يتفاعلوا، مش خلاص، مش هوجع دماغي. بس في نفس الوقت لو لقيت حد عشان قدرنا اقدروا زي زياد كده نظبط الاداء يعني. عشان اقدروا يا عادل، عشان اقدروا يا اسطى، عشان اقدروا اعمل شيرات يا اسطى فاول والله. عشان عمل شلات يا عادل. انا للاسف مش هعرف لان الاكونت بتاعي معمول له مقفول. يا باشا كفايه عادتك معانا، بس عادتك معانا بالدنيا كلها. اسمها ايه؟ يعني مش حظك عارف يا اخلي الحساب بتاعك مقيد. لا ده اتقفل 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 خلص. كل ما ادخل حتى على الصفحه، عند الصفحه الثانيه نادي فضة كونكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عليكم السلام بوست شيخ توتي، منور الدنيا يا شيخ توتي. كل ما انزل اي بوست يروح جاي كرك عم وحيد. عادي عادي تمام، انا واخد هيتفك. 17 ساعه لسه. انتوا كلكم احداث كده، يعني بس كلكم رد زبون كده. شفت شفت. اوقفي بقى اوقفي بقى، والله العظيم ثلاثه انا يأست منك وقرفت منك والله. انت عجله بت ناس طيبة. وحيد أسامة أحمد، منور الدنيا صاحبي. قول معاك، هفتح لك الأكونت تاني شاير بيه. شايف الراجل المحترم أكونت واخد بن، فهيفتح أكونت تاني شاير بيه، راجل محترم حبيبي، ربنا يخليك. لا من لا، بعض من ما مثل عندكم يا مثل عم وحيد. الناس المحترمة يا عم قلبي ده والله. حبيبي حبيبي، يبقى هي مش جايه معانا على الترابيزه ام 100، خلينا على أكاونتين. الترابيزه ام 50. حلو، انا معايا اكونتين، لا معايا 3 اكونتات شغالين شيرات، هشير لك بيهم. اياد نايت وميدو احمد ويوسف. خد وقتك، خد 300 مليون، خد 300 مليون وروح اقعد على ايه الترابيزه ام 50 وخليك قاعد عليها. الورق اللي انت خايفه على على الكريزي مش على القماش. اشمعنى؟ مكسبها جامد، كنت نفعت نفسك يعني انت بتلعب لا ما انا نفعت نفسي، بس انا اللي عمل معلش اصل ده هو انت واثق في كلامك، انت ليه خسران؟ انت لازم تقولي خسران مليار 800 معلش. رحت على قماها، رحت على قماها. ايوه امال سلام علينا الاثنين يا شباب. انت تقول شلبي شلبي ماشي، قلت مره بلعب بالهبد ده والله. ايوه يا انا كيتو قال لي زعلت، وعرفت ان كيتو كمان خسران معاك والله. انت عايز نقعد على الترابيزة ام 50؟ انا يا الاثنين خسران مليار وشوية. انا اللي لسه ما قبضتش، اول ما اقبض اجي اقول لكم انا خسرت يا جدعان. انا كريم شيرت بالاكونت دي، ده الاكونت ده لان التاني ما حصلش شيرات خالص يا كيم، بس ما فيش اي شيرات ظهرت. لا فيها هي في ظهر انت ومحمود صلاح، انتوا اللي تخربين. لا لا استنى، انا لسه لحد دلوقتي ما شيرتش، بدور على الصفحة لسه. خد وقتك خد وقتك، احنا مش مستعجلين يا باشا، احنا قدامنا وقت.
حكز بقى النهارده ونزل له ايه؟ ما فهمتش حاجه. نزلت جبت وين؟ ما فهمتش انت جبت ايه يا بيبو، بس كويس ان انت كسبان، انا مبسوط ان انت كسبان، لكن انا ما فهمتش انت جبت ايه بالفلوس يعني. شارك يجيب غيرك، الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انت حبيبي يا بيبو، انت بقى صحة وسلامة يا قلبي، منور اللايف كلها يا دودار. يا دودار منور زميلي. اه قاعدين قاعدين على الكريزي، احنا ما بنفهمش حاجة في الكريزي، بس قاعدين عشان خاطر عم شلاوكة قال لنا ان هي بتكسب. لا احنا معايا انا الاول، ما اول خالص ما كنتش بلعب غير الكريزي اصلا، بس بقالي بقى سنين ما لعبتهاش بقى، فنسيت الورق اللي كسر لي ورقه وخسر، وبعدين بلعب على احسن ورقه وبخسر. العب على ايه طيب؟ لازم اشوف الورقه وهم مش مديني فرصه اشوف باشا. الورقه. العب العب على اي ورق فيه ولد وحاجه، ولد وعشرة او ولد يا وآس عم مش أو... والله مش هبدا يا جدعان، ايه اللي ورق يا اسطى؟ انت بتلعب، انت بص، هو اللعب المظبوط ان انت تشوف الورق، بالظبط. انا عمري ما هشوف الورقه يا شباب، انت كده بتهبط في الكلام، انا عمري ما هشوف الورقه، ما تضحكش على ايوه نفسك. بس انت بص ما هو انت العيال مش هتخليك تبص على الورق، فانت بتهبد على الورق انت بألف الكويس صحة اللي انت وسلامة يا شايفه. محمد مالك، منور الدنيا صح، عيد سعيد عليكم كلكم يا جدعان. انا شايرت باول اكاونت انا ايه بص قلة الأدب، انا كان معايا 8 دلوقتي، اللي منرفزني كمان في الكريزي ان هي ما بكسبش خالص عليها بفلاشات، الفلاش معايا ملهاش لازمة ملهاش قيمة، لا ايوه ما بتا... لا ما تعتمدش على فلاشات يا اسطى. بالظبط. انا هنا ايه بقى، بلعب على ايه، بكسب ازاي مش عارف. انا لو ما هو الفلاشات عندي اساسيه، مفيش فلاش انا هعرف ان انا كده خسران، لكن هنا انت بتلعب هبداوي بصراحه، انت مش عارف انت بتعمل ايه، بتلعب على ايه، اللي قدامك معاه ايه، ممكن ينزل ايه وما ينزلش ايه، معظم الادوار انت بتخلص ورق تو عليك بير اصلا. بالظبط. لا يا باشا، معظم المكسب بيبقى ستريت. ما اظنش، بس انا هستنى اصلا ورق ينزل لي، لحد دلوقتي ما اظنش ان انا نزل لي ورق كويس يعني. سبعة وبنت، ايش جاب السبعة للبنت؟ ما اعتقدش ان هي ده ورق يعني. تصدق بالله ان انا في عيال بتخزوقني بالسبعه والبنت، ازاي ما تعرفش؟ طب دي كتير ناس، قوي. الناس مبروكة، دي الناس حظها حلو، احنا باين علينا ان احنا لا حظنا هو حلو، بص مش باين علينا والله. اه كويس، كنت هخسر، كنت هتضايق، بس كان زماني دلوقتي خسران واخد على عيني. حلو مشكلة يا عم عادي. حلو حلو يا باشا، احنا كان زماننا خسرين بفول هاوس، دلوقتي ايه هنموت. انت لعب على اي حاجة، بس لو جالك سبعة او تمانية او تسعة متلعبش من الاخر. طيب انا ده جالي تسعة مش هلعب، هسمع كلام زياد دلوقتي صح، هلعب زياد، اسمع كلام زياد ونشوف الدنيا. والتسعة والبنت دي حلوة يعني، لو عايز تكول على 5 مليون ده توتي، وتشوف الورق قشطة، مش عايز براحتك. ده توتي وش، ايه؟ ده توتي وش، ده بيقول لي اه ده اياد داني لايك. وحوت. اه 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 ده انا هو كلمة داني اللي على طول بيقولها. يا ضم. ايه ده، واحد معاه ياسين والتاني معاه شايبين والتالت معاه حط ايس الفيلم. وشايب. خليك على أمها، اه خدت باشا، منك النهاردة مجاني. هو قال لي بقى خليني اروح على اروح كريزي حظها حلو، اعمل ايه انا بقى، انت عارف ان انا بحبش العب غير امها اصلا. بس خلينا ايه، خلينا مع هو شلبي أنا لحد ما نخسر. انت ورقك من كده ناحية هتبقى تقولك قشطة يا أوي. ابني، احنا اصلا من ساعة ما قعدنا ما نزلناش ورقة. طبعا مش بفرق قد ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خواجة، منور الدنيا يا صديقي. بص هو انا كسب بورقة واحدة، الشاشة الورقة التانية اصلا يا الشاشة اسطى ملهاش بتلعب يعني. لازمة، بس استفزاز وحرق الدم دي والله يعني. انا ايه ده، حلو كده الشاشة ثبتت، اه سبتت يا باشا. انا بكره المحاكاة على ام اليوم اللي اللعبة التانية باظت عندي فيه. اشتغل يا عم، ما اشتغلت اشتغلتش، حضرتك كان انا لسه مجربها قبل اللايف على طول والله. يا عم، جهازك هو في تعبان ايه، انا ورقي فين يا عم؟ انا شغال عندي، ولا شغال عند بدر، ولا شغال عند اي حد غيرك، انت بس شغال انت عايز عندي يا عين، عم. انت عايز عين تيجي تفرق لك اللعبه دي نصين. والله راس نزلتها وبتجيبش سودا، مش عارف في ايه لا يا اسطى ما بتجيبش يا عم، سودا، بتيجي تقول لي بتشتغل ايه عندي. مش عارف ديسكونكت حاجه، ما بتقدرش تفتح الاكونت، اللعبه بتفتح عادي بس ما بتقدرش تفتح الاكونت. الحمد لله شغالة عندي، هي كانت بتفتح معايا والدنيا تمام، بس بتفصل بعد ما بشتغل لا انا بشوية ما بتفتحش محمد الاكونت ابعت دلوقتي. لا وحيد، هو انت مش منزل رقمك ليه يا وحيد؟ مكسل.
طب هنزل انا رقمك للراجل اللي اسمه ممدوح محمد ده عشان ماشي. بيسأل على مريم. حد يرد يا جدعان المريان عامله كام دلوقتي؟ بقالي فتره سايبها وعايز اشحن واتسلى شويه. الشغل بص يا صاحبي دلوقتي المليون عامل 2.7 من اول مليار وانت طالع، عامل 2.65 يعني 2650 لمليار. مش هتلاقي حد بيبيع السعر ده يا صاحبي والله، اسأل واحد مجرب ولا تسأل طبيب. 100 مليون بس احنا معانا هنا 9. زياد رمضان قال لي ما تلعبش على ورق في 9، بس انا هتشد او اتشددت بسبب فلوشات اللي هي اصلا ملهاش لازمه في الكريزي. ف لا تعالى ما تلعب. مش هلعب، همسك نفسي ومش هلعب. اه يا ريت كنت لعبت خالص. انت ما بتلعبش ليه؟ ايه ده؟ اعمل ايه بقى، اعمل ايه؟ انا كنت حاسس ان الورق حلو عايز العب، بس هو قال لي ما تلعبش بورق في 9. اتاريها التسعه اصلا ما كانتش لها لازمه يا انا باشا. قلت لك فول العب هاوس يا بالبنت اسطى، بقى. انت ما الناس قلتش كلها العب، انت بتلعب. بعد ما فلت قلت انت فلت ليه؟ لا انا قايل لك كنت بلعب بالتسعة والبنت. لا ما قلتش كده، والله قايل انت قلت لي ده. ما تصدق بقى بتلعبش وتامن خالص. بيه في دفع عيال بتخزوقني بالتسعه والبنت. انا كده فهمت ان انا المفروض العب لما يجي لي تسعه لا وبنت. انا بتكلم بالسبعة، بالسبعة. انما بتسعة البنت قال لك لو 5 مليون كول فيها وشوف ورقة. ما كانش 5 مليون، ده كان 100 مليون. لا هو كان هنا ماشي، ايه 5 مليون. المشكلة؟ ماشي، هو حط الراجل كول 5 8 مليون لسه و5 ما لعبش. عادي. انا ما بقتش فاهم احسن انا بخسر ورقة. ليه. انا والله شوف. العظيم ما بقيت فاهم انا بخسر ليه. ايه ده؟ خلاص مش عايز تكمل، مش عايز تلعبها براحتك. لعبة بدون فشخ، لعبة خرا، مش عارف تتحبوه على ايه. ده اخر مرة، اخر مرة هجرب حظي فيها والله. اخر مرة، اخر دور هجربه، لو خسرت هقوم على كده. انا مسحول طول اليوم، لسه الاخر اليوم. كنتش هخسر يا عم، اخسر ازاي يا عم؟ غير الترابيزة، لا شراكة الترابيزة يا احمد، متضحكش على نفسك. ايه علاقة الترابيزة بالموضوع؟ انا هلعب، انا هلعب معلش. جات له 9. لا 10 وبنت، انا حلو حرمت الولد ده، خلاص. بس الدور ده انت هتتنرمل. طب ليه اللي فرضه؟ انت بتشوفش مثلا واحد قاعد على الترابيزة بيكسب دور والتاني والتالت والرابع وهو قاعد مكانه ما بيتحركش؟ ولا عشان انا يعني وحيدة خلاص لازم اخسر؟ يا مبروك. يا مولانا خسرت الفول هاوس يا مولانا. ايه اللعبة بنت الكلب دي؟ بقول لك ايه، احنا انا نيلت الحجم بتاع الشاشة كده صح؟ استنى. كنت لسه هقوم، انا كنت لسه هقوم يا باشا. خلص خلص. الورق ده لو تشوف كمية الزباين اللي تيجي تقول لها وحيد انا خسرت على اسينا، وحيد انا متضايق فشخ، اقول لهم معلش عادي ركز هتعوض. معلش. ركز بص عادي والله، هتعوض. والله هو لو انت ما لعبتش على سين تبقى انت لا مؤاخذه، لان اعلى ورق حتى لو ما نزلكش ونازل تو بير فانت ممكن تكسب اعلى ورق. بالظبط. فانا فبس انا خلي هلعب، الواحد يتجرب ايه. انا هلعب واجمد قلبي، لان احنا يا باشا ما بنخافش من حاجه وما بنخافش من حد. ايوه ودي ودي وحيد، ودي ودي لو وانا الواد ده كنت اللي هيلعب بس والله هتاخدها كنت باذن جنبي الله بال 200 يعني. مليون على اي ورق. اربش. انا كسبت بقى حبيت انا المليون ولا ما بدات كسبتش؟ احب يا جدعان الكريزي، بدات افهمه اكتر يعني. اللعبه ابتدت على تبقى فكرة، على فكرة ده وبعدين اسمه شغل سماكة. شغل ايه؟ ده شغل سباكة. اصبر بس، حصل سباكة. ده شغل سباكة. ما فهمتش. بتلعب بأي دبل، أي دبل. بص دي طريقة ايه ابتكرتها. بصوا أي دبل في الترابيزة النورمال أو كريزي عالي بتلعب عليه ذاك حلو، وحيد. وبترمي وتقول بتلعب قدامك واحد استنى أو ليه، اتنين، استنى عشان انا فالواحد مستني أو ليه اتنين في دول الورق. يخسروا. حبيبي 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 يا أنا قاعد سلام. معاك جنبك. ايوه انت اللي انت بنت مش عارف ايه ده. في أيوه 100 مليون عليك. ما لسه كنت هقول له بقى، لعيب لك ابعت لك 500 الاي دي، يورو على اللايف اللي فات. لعيب ابعت الاي معايا دي. ولد و10، ما حد منهم انا معايا معايا ولد 7 و8، و10 7 و8 على فل. ده انا ماشي. انا غلبان الرجاله اللي منورينا في اللايف يا جدعان، اللايك ببلاش والله يا جدعان. الرجاله اللي وانا مش منورينا شير برضه اللايك ببلاش. ببلاش يا جدعان. انا كان موزع اسمه كل اللي عايز اسال مش عارف ايه. ايوه الراجل ده محترم.
انت كتبت قصيدة بس هو ده المفيد يعني. اتفضل يا عم. طب يعني وحشة أقللها ولا إيه؟ لا شغال على ثبتها احسن من انا مكسل اكتب اصلا، فتمام يعني. عشان أنت تؤمر يا محمد وراك. خسرت يا كريم. تيجي نقعد على مومية وعيد. وتيجي نقعد على مومية واحد؟ تعالى نقعد على مومية. بس انا معيش بلايين يا كريم، عايز 100 مليون اللي عليك يا صاحبي عشان اعرف اقعد معاك. 181 هما 100، احنا عن صياع دول اكتر من 100، وانا ما كلمتكش على الفكه اللي كسبتهم في الاول. وكان في 10 بتوع اسلام، في 13 بتوع اسلام. ماشي يا عم، كله على كله على النوتة، كله على النوتة، كله على النوتة. حبيبي حبيبي احرفتني انت كده، اخدهم منك عليا. تعال 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 على الترابيزة 100، تعال بسرعة بقى، فاضل كرسي. أم وحيد ايه قلبي محمد عبده بعت السلام وبيقول كل سنة وأنتم طيبين وبيمسي على الرجالة كلها. عبدو عبدو، كلك تلف صحة وسلامة يا صاحبي، منور الدنيا كلها. سنة طيبين يا رجالة، قول عيد فرخة. 84 مات مش سامعك، انت صوتك انت بتتكلم من تحت المخدة. سمعنا وحيد؟ سامعك اهو كده. سيرفر ايه؟ سيرفر ايه؟ انت قاعد على ترابيزة سيرفر ايه؟ معرفش، هقوم واقعد على الترابيزة التانية، الترابيزة دي مليانة. انا اقعد دلوقتي على ايترنت يا صاحبي. على مكان 1084 على ايترنت. الانترنت؟ ايوه ايترنت. تعال ماشي. البت الجامدة دي، تعال بقى اخد الاي بتاعك، ابعت لك اد بعد ما استنى، بكره ابعت لك اد من هنا، ابعت لك اد لما يطلع بقى. منورين الدنيا خواجه، بنورك يا قلبي والله، انتوا اللي منورين الدنيا كلها يا رجالة جدعان. شير عشان نوصل 100 واحد، عشان لما نوصل 100 واحد هنبدأ نوزع. ولا كام يا عم وحيد؟ لو وصلنا 80 مشاهد في اللايف هقوم اقصر. بس شير بقى يا جدعان في كل جروبات كونكر عشان نلم ال 80 واحد، وأول ما نلم ال 80 نبدأ إن احنا نوزع بقى، نشوف الكلام هيرسى على ايه. بس مش عايز اي توزيع، هخرب الدنيا. ايوه في تفاعل، بس يكون في تفاعل بالظبط. معايا ياسين يا صاحبي، ارمي يا رجاله. معاك ايه انت كريم؟ يا رجاله مش 37 37 6. لا لا فلد انت صح، 37 بت، 37 بت برضه فلد يعني. ما وانت معاك قلبين سودا وحيد يعني، الدنيا حلوه ان شاء الله تكسب باشا. احنا ما بنخافش، بلاش 45 راجل في اللايف. يلا هو اللي كنت هكسب، بقول لك ما لحقتش اقعد تاني على الترابيزه انا والله. ايه يا جدعان؟ استنى انا عمال اقول لك السنه فاتت بلاش. انت بتقول على اي ورقه بلاش، وبتقول على اي ورقه معفن. انت لا اللي اسمع كلامك يا شلبي، روح في 60 دقيقه. طب انا طب ده احساس والله. احساس؟ اوعى تقعد على ترابيزه ثانيه يا بابا، اقعد على ترابيزه ثانيه. ماشي تعال. انا بقول لك خبرتي في الهزوقه اللي انا اتخزوقتها. لسه كنت هقول لك نفس الكلام اللي جابتك تاني، انت بتحب انت الكلمه دي. قاعد عم كام وحيد؟ لسه حاقعد دلوقتي بسحب بس فلوس. استنى قاعد على سنو وايت، سنو وايت 1084. ماشي اهو. هو في ايه وانا كل ما اقعد الاقي الترابيزه كلها اتملت في ثانيتها ليه؟ هو في ايه يا جدعان؟ كل العيون عليك يا وحيد. لا ما بلحقش اللايف فيد ليه عن كده؟ انا بس لقيت الترابيزه عليها خمس تنفور، فقلت انا وهو ايه قصاد خمس تنفور تانيين، فحلو كده مظبوط. قعدت لقيت الترابيزه اتملت تسعه برضه. وبعدين في الدور اللي اترميت فيه كنت هكسب فول هاوس ولا بتلاتين. عشان انت قلبك مش جايبك ما رميتش، عشان انت لو مؤاخذة مش انا بقى كل معايا كله بالواد رمى 300 ارمي على دوب 30. ايه يا قلبي؟ بقول للرجالة حتى مستخسرة تعمل لايك. اعمل ايه 3 4 طيب؟ 8 اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه انا طيب؟ ده يا ساتر يا رب. اخلص بس اللي انا بعمله واجي اظبط الكشير يا استاذ بالاكونت يا باشا. انا نفسي اقول لك انا شغال شير يا شلبي لحد دلوقتي، انا موزع على كل جروبات كونكر شير. هو انا صوت وقت كده ليه وحيد؟ انا عندي مشكله بس والله في اصوات مختلفه، صوت واطي صوت عالي. اللي كان بيتكلم في اول لايف وطيت صوته 50%، واللي ما بيتكلمش في اول لايف بصوت عالي كنت سايب صوته 80%. مين بقى اللي بيتكلمش عالي صوته؟ انا هشام. بص يا ريس، احمد علي بيقول لك انا شحنت عشان اجي اقعد معاك على ام 50. مين بقى؟ احمد علي. احمد بيبو يكسب بسبعة ولاد يا ريس تقريبا. بيبو طب استنى بيبو، هننزل على عنده صوت شويه حلو. معاك ولد وحيد؟ معاك ولد؟ لا معيش ولد. انا معايا واحد بنت في ولدين. انا معايا واحد وبنت، خلي بالك. ما انا معايا واحد وبنت ولدين وفلاش. معاك فلاش ايه؟
ماشي يا عم، اشتغل شوف فيها المشكلة يعني. ما الايه؟ خسروا سوا. الاسمر، الاسمر، الاسود. انت بتطبخ الاسود؟ القلب الاسمر. ايوه قلب اسود ولا ايه؟ ايوه اللي قلب الاسود اللي نزل في الثلاثة ده. قلب الاسود. ايوه الاسود. طب حبيبي ايه اخبارك؟ اه كيتو، خد لك وعد على القلب الاسود يا ابو قلب اسود. انت انا معايا ثلاثة قلب اسود، معايا ثلاثة، هينزل لي واحدة فيهم. انا بره الليلة دي يا صاحبي. ارمي ولا مرميش؟ فاضل لك كارت على القلب الاسود، ارمي يا عم انت خال ولا ايه؟ لو شو ذلك كارت على القلب الاسود يلا حرام. لا يا عم مش رامي يا عم، ما نزلتش يا عم ارمي. هو الولد التاني اصلا ما كانش معاه حاجه اصلا يعني، هو ما كانش معاه حاجه يا صاحبي، كان معاه ترتيب. لا كان معاه ترتيب الواد، كان معاه. انا حاسس ان الورقه الاخيره مش هتنزل. كلكم بتمشي لها احساس دلوقتي. ماشي يا رب الدور ده بقى. انت معاك كام يا كريم؟ 200 اخر دور قاعد بيه. لايف ويف. لا مش شغال. احنا 56 راجل يا 58 راجل جدع في اللايف، شدوا شويه يا جدعان في الشيرات. الشيرات مش بفلوس يا جدعان. يا جدعان، عادل عادل دخل اللايف وعادل منور اللايف. ما هو باين اهو، نص مليون. 60 راجل في اللايف. نص مليون طارو، منور عادل. منور عادل. واحنا ما هنكسبش احنا كمان يا كريم ولا ايه؟ جدع يا جدعان. اخر دور وحيد والله، يعني ما هنكسبش ان شاء الله نكسب. معايا 72 4 8. انا معيش ورقه افلت. انا لا ما اظنش بقى، مش غبي للدرجه يعني. انا غبي؟ ايوه انت، ما بقول له انت مش غبي، انت كده غبي فعلا. ليه يا حي يا عم؟ حد يلعب على 72 4 وهبل ده يا اسطى؟ يخرب بيت هبلك. حظ والله. كنت حظ حظ والله. ايه يا عم انت كل اللي معاك توبير ولا معاه توبير اعلى؟ ايه ده، ايه الهبل ده؟ انا قلت هيفلد والله مش هيلعب. انا كنت اخسره والله بسويتين. انا معايا ورق حلو يعني، لو في ناس تانية مكاني كانت اتلعبت بصراحة. انا معايا 2 3 بنت 6 واحد ورق حلو. بص التفريطة ده وحيد، بص التفريطة دي ويديك اي خدمة حبيب حبيب. الولا اصلا رامي بورق شبه وشه، 2 و5 وبنته شيء. ايه القرف ده؟ انا هرمي واحد معاك. معاك ولد ايه؟ 4 8 10. انا معايا جوز نسوان. ارمي معايا. استنى يا رب ارمي على 100. ايوه انا لو مفيش حد، لو اللي قبل مني ده ما لعبش انا مش هلعب. بس مش هلعب، استنى كده هلعب. الله واحد، اتكل على الله. يانا يا انت يا عم ان شاء الله باذن الله. اوف ولاني ولا انت بل. بس انت خسرتش حاجة. وانا خسرت وانا خسرت ال 200 مليون دي، 100 عليك و100 عليا. انا خسرت 40. بقول لك دي 100 عليك و100 100 على، عشان انت رميت ال 200 كلهم حمار. كل مرة دوري واخسر كده والله. حرام يا جدعان، في ايه؟ الجيم ده بحظ يا جدعان. العب ده شيء وحيد كده كده هلعب. اللي بيقول لك بحظ ده بيفسي. الجيم ده بحظ بيفسي والله العظيم بيفسي. قلت لك روح كريزي، خليك زي ما انت كريزي. بس يا بابا الفكرة الورق حلو، الورق حلو. وانا يعني هو اي حد هيلعب عليه. هو جبان، هو جبان. انت معاك فلاش تبقى اسمه شايب. اتفضل. اقول لك جبان مش مشكلة، عوضت 117 من 200 بتاعت الجيم. انا معايا 94 معاك ايه؟ 4 90 وفلاش، فلاش الاحمر وفلاش الاسمر. الزمن يقول لي انت ناوي تلعب. انا هلعب. هلعب يابا. بس ما ترميش اولين بقى، لو معاك اكتر من 100 مليون ما ترميش اولين، العب كل كده خلينا نشوف الورق. معايا 128. طب يا عم العب كون يا عم، متكول يا عم، انت مالك في ايه؟ طلعك حامي كده لا كريم. ماشي كل، انا عارف الدور ده مش دوري بس هرمي بقى. كل ايه بس؟ ما اسمهاش كل، انت طول ما انت بتقول كل هتفضل تخسر. ولا 9 ولا 8 معاك الفلاش، معاكش الفلاش. مش معاك الفلاش. وبعدين بقى في اللحظه اللي من تعال بارد، الواد ده ما بيبقاش معاه ورق وبيرمي. يا دي امي ما تلعبش يا وحيد. لعبت خلاص، انت جاي متاخر عندك. بس انا عندي متاخر. طيب وحيد انزل يا وحيد، الترابيزة يا وحيد.
نزلت حاضر هنزل. طب ليه تنزل البيت يعني؟ لا انا اقول ان ننزل مش نطلع، انت الموضوع غلط ان شاء الله تاخد جيم. عايز انا كنت اكسب فلاش والله، بس يلا انا كنت عايزك تلعب بصراحه، بس استني حاجه نضيفه بس. بس الجيم من هنا بموت. بيقول لي ارمي، بيقول لي ارمي على البجح الجاحد، بيقول لي ارمي. هو مين ده؟ استنى لحظة بس، هو مين ده؟ مين اللي بيشتم بيقول يا مين شوت؟ محمد عبده بيشتم على الواد، بيشتم على الواد يا اسطى، بيشتم على الواد يا عم. ما يشتمش مجمل، انت فاهم؟ ممكن حد يزعل عليها يا عمي. الولد عمال يرمي وبس، ماشية معاه هبد بسبب ان هو بيرمي. يا ساتر عبد القادر، نور الدنيا عبد القادر. انا قاعد كده مع واحد قاعد بالكاونتين، في واحد قاعد بيقول لك ايه، العب على ضمانتي. انا لاقي ضمانتك منين على 500 مليون؟ صور لي بطاقتك يلا. احترامي ليك. العب الجيم ده صح. ان شاء الله جيمك عاش. ننزل تاني بقى نهدي اعصابنا على مومية بقى. بس ايوه بالظبط كده، صح كده يا ريس، انت صح والله. تخيل تخيل، ما تخيلش ما تخيلش، مع العجلة بتتكلم دي ما فيش تخيلات. محدش يقول لي 100، محدش يقول لي 100. ما يجيش المليار و600 مليون دول يا عم، اقعد. ما كانت معايا اوبشن. انت بتذل نفسك ولا ايه؟ مش عارف. بقول لك والله يا ابني كانت معايا فيها 4 مليار و800، وفي الاخر جايبه لي مليون وحاجه او 800. باشا انا لعبت في مره على العجله دي، كنت خليتها كل مره تيجي 20 مليار، كنت بخسر فلوس عشان اعمل كده اصلا. يعني كنت بخسر في مره حوالي 300 مليون عشان احط فيها 20 مليار. قلت لو ضربت معايا في مره هزود. بس مفيش فايده. بس لا، هي كانت في الاول كانت فيها حياديه وممكن تكسب، انما بعد التحديثين اللي حدثوهم فيها بقت احسن واحسن وافجر، بقت فشيخه. بالظبط. لا مش فشيخ، انا ما بطبلش. انت ما بتطبلش؟ حاضر عينيا الاثنين. يا سلام، انت تيمور ولا شلبي؟ تيمور يا حبيبي. عادل، انت سمعت عادل بيقول لك ايه يا وحيد؟ كلم عادل يا ريس. كلم عادل بيقول لك غلطان يا وحيد. لا غلطان يا وحيد، المفروض تسيب مليار وتقعد بالبيع على ام 500 مليون تاني. شكل المترو بقى ساعه وحش يا ريس. فعلا، استنى كده اشوف الخاصيه لسه موجوده يا ابن الذين. رجعت لك تاني الخاصيه؟ لا خلاص خلاص، سيبوه يا ريس. لا والله والله يا ابو حبيبي، ثانيه وفين انت؟ فين يا عادل؟ استنى راح فين؟ كومنت بتاعه اختفى. عادل مزح. اكتب كومنت تاني معلش. عادل اكتبه تاني يا ريس، مزح. اكتب كومنت تاني، اي كومنت، اكتب اي كومنت عادل. عايز بس اخد الاكونت بتاعك عشان ابعت لك الكود ابو 200 مليون يا صاحبي. بعت احمش ومسحها. انا مش لاقيه، مش لاقيه عادي. هيروح فين؟ هعمل لك ريبلاي على الكومنت بتاعه واسلمه لك. يا سلام، شايف الناس المحترمه يا عادل. يا لا بص عادل، انا بحبك يا عادل، بحبك حبيبي. انت هتلاقيني اعمل لك عليه نقط هتجيبه. عدوله وصلت لك يا قلبي. نقول ايه بقى، بين ربع ساعه ولا بين خلص من الصفحه وراح دماغنا؟ لا 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 لا، خليها ربع ساعه، الراجل غلبان. معلش ربع ساعه خلاص، معلش ربع ساعه عادل وتجيلنا تاني. عادل ربع ساعه وتنورنا تاني يا حبيبي. زياد رمضان بعت لعادل بيقول له انت عادل، انت بقيت اخرس ولا ايه؟ لا 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 والله الدنيا، ربع ساعة وهيجي لنا تاني نورنا تاني يا زياد. هو سمعنا وشايفنا وحاسسنا، بس مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر عن شعوره. بس عشان ده عادل، ده أغبى بني آدم شفته في حياتي. أغبى بني آدم شفته في حياتك؟ بلعب معايا وحيد التورنمنت اللي هي بتاعت ال 200 مليون دي، فرميت أربعة ريست ب 20 مليون وهو قاعد جنبي وأنا عارف إن هو ماشي، لقيته الغبي قول إيه يا ابني ليه؟ كتبت له بقى في الشات بقول له يا اسطى التقدير من ايه يا عادل؟ لقيته قام شاتمني، قلت له يا اسطى انا كبير، قال لي مؤاخذه انا على اساس ان هو ما يعرفش الاكونت، فاهم؟ عديها ايه، كان نفسه يشترك بس ما كانش ربنا ما كرمهوش.
المشكلة ان هو خسر في الاخر، غبي وخسر يعني متابر وهبل. انت ما جبتش جديد يعني؟ لا لا، هو كده كده معروف الاي كيو عنده. لا انت ما شفتهوش يا جدعان قبل ما الله يمسيه بالخير، واحد اسمها شمندوره يكتم سميات الغبي. لا لا هو فعلا دماغه تخينه ولا حدش يقدر يغلط في عدل دولتي. خلاص سيبه، خش بدري ده، خش بدري ده هيزعل. عادل بدا يبقى على نفسه المشكله. وانا مالي رايي يا جدعان، بس يا جدعان بس عشان بدري ما يزعلش. بس خلاص بدري هيزعل صحيح. معلش يا بدر، حقك عليه. لا مش اكس، لسه في ريليشن. يا استاذ اسحب كل زم برنامج الشريك. والله ما عندي فكره. طب برنامج الشريك ما عنديش فكره عن برنامج ازاي. ما اعرفش يا صاحبي. لا محدش يقول حاجه، عندكم ميوت والله. ما اعرفش انا ما اعرفش انتوا تعرفوش. خلاص مين اللي قال لك الوحيد يلعب الدور ده؟ انا كنت عايز العب. انا عايز العب. في صفحه اسمها نادي فاند كونتر. صفحه ايه ده؟ جروب؟ يا ده جروب صح؟ جروب نادي فاند كونتر. دخلوا عليها ودوروا هتلاقوا ليها حل. تقريبا ان شاء الله. فاضل لنا 10. ها يا مسهل 10 البنت سود نقطتين اي حاجه، اي بتنجانه كده. خلاص ما الفلاش مات لنا، خلاص ما لناش فلاشات. استنى ال 10. عادل افصح عن سر خطير. بقولك على فكره بقى، اديني بان بقى براحتك، انا هفضل اهرب واحب اقول لك ان بدر واسماعيل بيحبوا بعض. يعني بقى بدر واسماعيل كمان. بدر واسماعيل انت مش ملاحظ ان اي مشكله يا لهوي بدر نطلع فيها؟ لا مش عارف رئيس هو ماله رئيس. دي حقيقه ان بدر واسماعيل بيحبوا بعض. بنصيب اي وقت بقى في بدر. ايوه يا جدعان، طبعا طبيعي يا جدعان، اخوات لازم يحبوا بعض. دول لو اتجوزوا وخلفوا هيخلفوا صراصير. ايه ده يا ريس؟ ده حصل ايه؟ ده لو جه حاجه كده يا ريس. والله هو في ايه بقى؟ في ايه؟ اللي اسمه حمو ده محظوظ قوي يا وحيد. ده اسمه حمو. ماشي هتجيب العلبه دي. الله، احنا كل ما نقول انك كسبنا خلاص نقول انت هنخسر. يا سلام، تعال تعال خلاص يا جدعان تعال. لا اله الا الله. مش كل مره تسلم من جره. يا باشا مين قال لك ان انا عايز تسلم؟ خراب يا دنيا. بس يا جدعان بقى في السيره خالص يا جدعان، ولا عادل ولا بدر ولا بتاع. يا جدعان اهدوا، مش ناقصه نجاسه، مش وقت نجاسه دلوقتي. خالص اوف. الولا قومه في المليار، الولا قومه في المليار بخمسه وسته يا جدعان. الولا خد منه المليار بخمسه وسته. قله ادب، قله ادب. ده بقى المفهوم الصحيح للمنتو مان. انت لعبت وانا قاعد هلعب باي ورق، واللي يعرف يخرجني يفرجني. بس هو طلع حصل فرقت والله. ان ورقه حلوه برضه يا ريس. ورقه حلوه ايه يابا؟ صباح الفل. اللي هو معايا ورقه ده للصبح مش هلعب. العب يا وحيد، العب يا وحيد الجيم ده يا اخي. العب. لا ما يلعبش يا اخي. العب. ايه يا عم معاه فلاش؟ ايه ده؟ ايه كونكر منورين معانا. يعني انت اس وشايب ولد سنة، اس شايب ولد وسبعة ومعاك فلاش ومعاك الاس. عادي، ما الولد اللي جنبي اهو معاه ولدين ومعاه ايس. الولد اللي معايا اهو جنب معاه ولدين اهو، ايس وبنت وثمانية ودلع ومعاه فلاش. خسر عادي. ويوم ما كسب كسب بايه؟ كسب بالاربعة وبالستة باين، حاجة زي كده. ما فرقتش بالخمسة والستة. انت والسيرفر انت كمان يا جدعان. الصوت ده عند مين يا جدعان؟ الصوت ده عند مين؟ ما شاء الله. ايه في زنه؟ قاعد عندي زنه. ده هشام، ده انا قلت لك ميوت. هشام انا افتكرت عليه برضه، كنت عملت لك ميوت في الاول خالص. اي حاجه خلاص اديته ميوت. صوت سكت اهو، يبقى لعيب من عند هشام. ما انا اصلا عملت لك ميوت. مايك اتش انا فتحت له ميوت. بس اعمل اعدل البتاع ده لما تاخد ميوت يا ابني. هو ممكن يفك لنفسه اصلا، هو معاه بيك بس. ايه ده الترابيزه كلها فينيكس؟ يا ساتر يا رب. روح هاته بقى، روح هاته عشان هو كده زي. ايوه يا اسطى، يا وحيد ده الواد وسام. بص هو كده قاعد لك بكام اكونت؟ واحد اتنين. لا يقعد هو بقى يا باشا، احنا مالناش شغل نقعد والله. يعني يقعد هو. انا
سامعينك سامعينك ايه. ظبط ظبط. افتح المايك عنده يعني اعلي الصوت اتكلم كده اتش. لا انا كنت عامله كده تمام يا عم وحيد كده تمام يا قلبي. بس الورد انا هموت والعب بيه هموت والعب بيه. بس يلا عايزك تلعب الصراحه. قلب احمر بالشايب يا جدعان ده مكسب قلب احمر ده يا جدعان انا شايفها من عندي. ها كنا هنركب ايه؟ كنا هنركب الصاروخ الجديد اللي لسه نازل اللعبه ده بس هنركبه لوحدنا. بس كان فاضل لك كارد على القلب الاحمر وتكسبها فلاس. كان بقى كان يا مكان في قديم الزمان. يا عم هتطلع على المحيط يا عم. امال هو فين دلوقتي؟ ماشي صاحبي هو مش معانا باشا مش عارف. مش معانا هو مش قاعد معانا والله. مان تو مان. ما تلعبش قصاد واحد بقى. مان تو مان يا باشا دي اسمها مان تو مان. اثنين قصاد واحد. دي كده اثنين فعلا. هو قاعد بالاكونت التاني في اخر ثانية. انا هقوم يا باشا مش هستنى الترابيزة لما هو يقوم من عليها. هقعد معاه. استنى شوية يتقل كده على الرز ايه. انا استنى شوية لحد اما الدور يعد عشان ما يجيش يقعد معايا في اخر ثانية تاني. خلاص هو كده هو مش قاعد خلاص الدور عدى. اقعد يا وحيد. ده مش اكونت تقريبا. انا عارف. انا عايز افهم انت الديلي عندك صفر ولا بتتفرج عليها من اللعبة نفسها ولا انت نظامك؟ انا؟ ايوه انت. بتفرج عليك من اللعبة يا وحيد. انا قلت برضه في حاجة غلط. ايوه ما اسرع منك عشان العب كمبيوتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قاعد معايا بثلاث اكونتات. عليكم السلام. السلام يا صاحبي منور. الله وبركاته. نورك منورين كلهم. ننزل للاسف على موميه نشوف لنا ننتش لنا دور حلو وبعد كده نطلع تاني. عايز اقول لك يا عم شلبي انا مش لاقي دبدوب. مش لاقي دبدوب؟ لاقي دبدوب. ايه ده انت عرفت ان انا مش لاقي دبدوب؟ انا عايز اقول لك انا هعمل نفسي دبدوب واسلم نفسي بس مش للدرجه دي. انا ممكن انا اديك الدبدوب. نتكلم بدري هيقول لك على الدبدوب. يعني انت دلوقتي كيتو اسماعيل بيقول انا مش لاقي دبدوب ورحت انت تقول انا سميه دبدوب للدرجه دي هو صغير هو مش لاقيه. انا ما رضيتش احصل عليه والله فاسكت. لا 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 هو خلاص هو وقع في الفخ. هو وقع في صديقي في الدبدوب في احجام. انا بتكلم بجد والله انا ما بهزرش انا مش لاقي دبدوب حقيقي مش لاقي اشتري دبدوب. مش ولا سودا. طب يا رجاله يا عم انزل الزقازيق 67 راجل يا رجاله خدوا شويه بعد اذنكم خطوبه يا عم. هو بياخدوا دباديب اليومين دول معاهم خطوبه يا انا مش عادي عشان خاطر العيد بقى يا عم وحيد وانت فاهم بقى وعيديه وحط الدبدوب عايز خروف عايز خروف هو العيد فرخه صاحبي روح لا والله انا عديتك عادل عندك ناس كتير هنا شربان عادي خد اي واحد والله العظيم يا كيتو انا لسه قافل معاهم بقول لها انا الخروف تعتبرني انا هديتها وتقعد ساكته انت روح لها قول لها يا اسطى كفايه عليك الخروف الكبير والله دي حقيقه انا سوز لا لا بيتكلم باكونت تاني تقريبا مش عارف بس يا اسطى تاخد بالك عندك حق والله محمد عبده محمد يا صلاح البعيد ايه يا عماشة ده من بدري يا ريس هو عمال يعمل الكومنت اصلا ده حمار حيوان بني ادم اقول لك ايه مش بني ادم انا عايز اتفرج ما تفتح هنا في الديسكورد يا عم واحد حماك كامل منور يا صاحبي لو فتحت في الديسكورد الراوتر بيحصل له يجيله شلل اطفال يعني كده سيبني في حالي ممكن افتح لك الستريم على الستريم عليك ده بيستفادوا ايه هم يطلعوا الستريم وخلاص يعني لا ما لا عشان انا مكسل بصراحه اطلع على الفيسبوك وبيبقى حوار ليله سودا ساعات كده ماشي ماشي شغال ربنا يخليك لنا كيتو والله لو يلزمك خنزير يا اسماعيل بدل خروف خد عادي هو معترف ان هو خنزير يا عم يا ناقص اعرف خنازير ايه لا انا عايز خروف ما يكونش ولا كبير ولا صغير عايز واحد بسطاني شبه بعض يا لا 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 خلاص عادي خليك يا صاحبي خليك يا صاحبي راس السنه ان شاء الله هتنفعنا في هتنفعنا في مناسبة تانية خليك. أحلى هدية دي والله. هدول ما بيحبوش هدول بيحبوه. كل حاجة ولها استخدامها يا باشا. أنا نفسي أعرف الناس بينزلوا أيدات على إيه مش فاهم. والله يا جدعان يعني ملك الروقان ومحمد صلاح. أنا نفسي أعرف. يا صلاح. يا بابا استنى بس كده أفتح البروفايل بتاعك. إيه
ايه يا اسطى اللايك؟ انت مالك يا اسطى؟ انت قاعد معايا كده ليه يا اسطى؟ ايه ده في ابنك؟ لا ما تتريقش على خالي الله. لا 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 بص جت على الجرح اهو. لا انا مش جارح ده، بالعكس انا ده انا دبدوب، بس ما تتريقش على خالي الله. المشكله ان محمود صلاح ده فريند مع عادل، بس يعني هو مع مش ما اسمهاش دبدوب يا قلبي، لما تبقى تخين اسمها انا عجل. خليك فخور كده بنفسك. لا انا مش تخين، انا مش تخين، انا دبدوب جسمي. ايوه حلو انت دبدوب. كيرفي اوكي كيرفك ازاي يا بدر؟ لا الناس عندنا طالعه يا بدر. الو الو انا مالي يا عم بيهم؟ ايوه لقيت لك واحد كيرفي اهو، تعالى يا بدر. هو وين واحد كيرفك يا عم؟ مش دي حاجه صح يا قلبي؟ هو يا كده يا كده ان هو ده اسماعيل اللي كان عادل بيتكلم عليه، بيقول لك بدر واسماعيل بيحبوا بعض. منك لله يا ابني معاونس يا ابني. لا يا عم انا قلت بحب الفلوس، انتوا ايه في ايه؟ انتوا مسكتوا في الكلمه، انا بحب الفلوس. طب ما هو بدر غني. ابننا بدر ما فيهوش عيب. ايه ده؟ واحد قال لك يا اسطى انا عملت خمسه شير. ايوه طلع لك احياء. وانا تعبان والله. تقولوا ايه يا جدعان؟ خلاص خلاص يا اولاد سيبونا نكسب بقى، سواء نخسر اكتر من كده نروح فين عشان اسكتوا اسكتوا يا جدعان. بقول لك يا عم وحيد الطيار دي طلعت جامده بوم. جامده يا اخويا جامده بوم بوم, بوم. بيقول لك كسبنا عشان اهي بوم اهي يا ابن الذين اخر. بص بص اعلى بكارت، اعلى بكارت هو نزل له فلاش اعلى عشان هو مليس. كم شير يا اخوانا؟ احنا 300 طب اخواتي احنا نورتونا والله وشرفتونا، بدانا اللايف ب 2 مليار وطلعنا ب 5 مليون. حلوه كده نقفل بقى اللايف، احنا كده مبسوطين اتسلينا لعبنا ضحكنا وفق. نقفل بقى احنا كده حصلنا كاكيتو الدنيا واحده صح. طبعا كريم هرب من المكالمه هنا بس انا هقفشه في الواتساب، هناخد حقنا منه. اسمع ليه عنده 250 مليون طلع دين ام. يلا يا جدعان عايزين حاجه؟ اخوات اخوات والله حبيبي عيد سعيد يا جدعان عليكم، انا كده كده هعرفكم كتير في العيد، يعني احنا كده كده طالعين كذا لايف في العيد. حبيبي احنا عايزين من ده في مسابقه في العيد تاني يوم العيد. ايوه انا هطلع هطلع اربع لايفات في العيد تقريبا. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. ما حاجه اسمها ايه يا خروف انت؟ انا كنت بدور، هو ده الخروف اللي بدور عليه. قال لي في حاجه اسمها شيست. مالها الشيست يا صاحبي؟ مش فاهم حاجة. انا شفت التك عليها، انا دوست طلع لي 100 كرنفال. تمام نجرب تاني ولا ايه؟ انا مش عارف انا معايا كام بوينت عشان اسحب اصلا. دي كانت اخر فرصة. طلع لي 300 يا صاحبي، 3 يعني طلعنا 300. 300 بوينت دول بقى يجيبوا لنا ايه؟ 300 بوينت بيقولوا ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ مش عارف يجيبوا لنا ايه، بس ماشي يا صاحبي انا بندعبس فيها كده نشوف هيجيبوا لنا ايه. يعني مش حوار، ما علينا. هو ايه ده اللي يجيبوا لنا ايه؟ ايفنت 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 بنجمع كوينتات لما بنلعب، بنشوف بقى بنشتري بقى ايه. المهم هنقفل دلوقتي الرجاله، اشوفكم ان شاء الله بكره. تصبحوا على الف خير يا جدعان، كل سنه وانتم طيبين.